أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: هناك شخص له 7 إخوان ذكور وإناث، يقوم بتربيتهم، لكن أباه طلق أمه وتزوج أخرى، وهو يطارد هذا الولد ويؤذيه، علما أن الولد يطيع والده ويقوم بالواجب معه، لكن الأب يبغضه ويحرض الناس عليه ويخرجه من البيت هو وأمه وإخوانه، فماذا يعمل هذا الولد علما أنه ملتزم أكثر من أبيه؟ فبما توجهون؟ أثابكم الله. على هذا الولد الاستمرار في طاعة والده بالمعروف والبر به، ولو كان الوالد قاسيا عليه. ربما يكون أن هناك سببا من الولد في قسوة الوالد، فعلى الولد أن يحسن المعاملة مع أبيه والملاطفة، والغالب أن الوالد يكون في قلبه الحنان على الولد، ولا يعامل الولد بالقسوة إلا بسبب من قبل الولد في الغالب، فعلى الولد أن يتفقد تعامله مع والده. وعلى كل حال، البر بالوالد والإحسان إليه أمر واجب، حتى ولو قسى عليه والده فإنه يقوم بما أوجب الله عليه. وإذا كان والده يطرده من البيت، فإن كان له غنية بأن يسكن في مكان آخر، فإنه يعد له مسكنا مناسبا له ولوالدته ومن تحت يده، مع الاستمرار في حسن التعامل مع والده والبر به. نعم.